فيما يخص الملعب ميمون العرسي حاليا هو في أتم الاستعداد لإجراء أي مقابلة رياضية في كرة القدم. الأشغال نقدر نقول أن الأشغال انتهت بالملعب باستثناء بعض الرطوشات القليلة، والقرار الأخير بلإجراء المقابلات الرياضية أو الرسمية بالملعب ميمون العرسي كيعود للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. اذا الجامعه الى قررت غادي لي ماتش غيتلعبوا في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله، يمكن شباب الريف يستقبل حسنيه تقادير من ملعب ميمون العرسي.